أكد محمد قحطان المتحدث الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أعلن اليوم الحرب صراحة في خطابه. وقال قحطان للعربية أن الحرب قائمة وممارسة على الأرض، حيث تقتل سلطة المعتصمين وتستخدم ضدهم كل صنوف الأسلحة، مشددا أن الثورة سوف تستمر سلميا حتى الإطاحة بالنظام. الرئيس أعلن الحرب اليوم بشكل صريح أن على صعيد الممارسة فالحرب قائمة ضد المعتصمين السلميين منذ أن بدأت الاعتصامات السلمية. الحديث عن المعتصمين السلميين الذين اتجهوا يوم الأربعاء بالزهور والورود نحو رئاسة الوزراء، ذهبوا وليس لديهم أسلحة وليس لديهم أي نوايا إلا حمل الزهور، فوجهوا بمختلف أشكال الأسلحة ووجهوا بالقتل والذبح وسفك الدم. من يسفك الدم؟ من يقتل؟ من يذبح؟ هو طرف واحد والسلطة.